إليكم نفس الكل، ملاعبي تاع ليسبيرونس استأنفوا البارح ليزونترينمون في البارك مع إجراءات صحية كبيرة، منها تقسيم الملاعبي على مجموعات في أماكن بعيدة على بعضهم في انتظار إمكانية عودة الكلوب غدوة إن شاء الله للتمارين. نداءات الاستغاثة للرياضيين التوانسة في السعودية متواصلة والوضعية أصبحت سيئة جدا، كل يوم يتواصلوا معنا ليسبورتيف متاعنا يطلبوا أصواتهم توصل للمسؤولين من أجل العودة. نسمعوا لاعب نادي الجيل السعودي حسام الطبوبي. صار يعني انتهج طريق آخر يعني في النجلاء، ولد في أي رحلة يعني مثلا رحلة متاع جدة ولا متاع الرياض يسافروا فيها 20 جوار والباقي كل تلقاهم عندهم الإقامات وعندهم حاجات أخرى، فهمت؟ احنا توا في الدمام ما جاتنا حتى طياره هوني، الوضعيه صعيبه يعني على الاخر، يعني عائلتنا بعاد علينا، اللي عنده ام مريضه، اللي عنده اخوه، اللي عنده برشا حاجات يعني لازم يكون مع دارهم في رمضان وفي وثم عيد وثم برشا حاجات، وزيد السفاره نتاعنا ماهيش قاعده معناها مش قاعدة تعاون فينا في حد شيء، فهمت؟ لا ما سمع حد شيء، كل ما نكلموهم يقولوا لنا استناو وان شاء الله باش تجي طيارة وعندنا سفرة ان شاء الله باش ننظموها في الايام الجاية، ما سمع شيء، ديما قاعدين يطمنوا فينا، ديما كل يوم تسمع كلام جديد، ما فما حتى شيء جديد، ما فما حتى شيء يتحسن، فهمت؟ شهرية يعني خذينا حتى الفيفري، بعد فيفري ما خذينا شيء، فهمت؟ بعد فيفري تقعد على روحك، انت تجبد من روحك وتصرف انت من روحك، فهمت؟ ثم حاجة أخرى أنا حبيت نحكي عليها، هنا ثم رحلة لدو إن شاء الله، يعني نهار السبت ثم رحلة متاع وزارة يعني الخطوط السعودية، باش تخرج من السعودية من هوني باش تمشي لتونس، تجيب ثم فريق كرة يد سعودي نادي الخليج عالق الغادي في 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 تونس، فهمت؟ يعني احنا حبينا يعني وزارة الشباب والرياضة ولا اي واحد يتدخل باش احنا نجمو نروحوا في الطيارة هذه اللي تروح لدو، وهي بتبيع طيب باش تمشي فارغة بيان سور، يعني بصراحة السفارة من اتعس ما شفت في حياتي باش ما نقولش كلمة اخرى. ايضا وصلنا نداء استغاثة ثاني من نادي الكوتش نتاع نادي الروضة السعودي ياسين السعيد. كنا حالنا احنا اياسنا جاء حتى الطيارة اللي خرجت والطيارة فين انا فين برشا مقيمين يعني ما مشاب كل الجماعة اللي اولى فيها، ونعرف ان دولتنا ما طيش صغارها وما وزوتهم كلها ما تخليهمش، وانا اقول لهم ديما انظروا لما صغارنا احنا مستنسين احنا كما قولها في الاسمارميد، ثم برشا حالات جدا عذبين، ثم نساء كبار جدا والله يسخفوا والله يتوهموا فيها، وجاي زيارة بحدا ولدها ووحدة هنايا، ثم شكون طلعت تخدم هنايا مسيكنا ويعني مربي بحار يعني مربي بحار اخويا دولتنا اخويا ايه تبع فينا طيارات صحبية غير من الحق تبعين تونس احنا ولد تونس احنا زي حالة والآن ما اول مرة مكنش حاجة حياتكم في نوصل الحالة دي حالة هستيرية. إيكو سبورفيت أكثر أخبار تلقاها مع السيت راديو إكسبريس FM.com. أجمل تحيات.